فإذا أنت في الحقيقة يا ولدي ويا أخي وكل هذه العلاقات التي بيننا كأرحام ينبغي أن نحافظ على هذه الرحم في هذا الشهر الفضيل. ولذلك لو كنت زعلان مع والدك اجري وسارع بوس الأيادي إلى لبوس الأيادي وبوس الأقدام وتطيب الخواطر وارتمي في أحضان الوالد وستجد أن والدك وأنت تسارع إليه هو أسرع إليك منك، لأن الوالد ركبت فيه عاطفة وغريزة حب الأبناء وحب البنات وتفضلهم عن نفسه بلا شك، هذه غريزة عند الأب. لكن لما يحصل مثل هذه المشكلات البسيطة التي بيننا ونراها أنها تافهة لو أننا تعمقنا فيها، لكنها وسعت شوي، لكننا بشجاعتنا شجاعة الابن، أنا أريد من الابن هنا إن هو يبادر يكون شجاع ويكسر كل هذه الحواجز التي صنعت أو التي هو اصطنعها أو التي الأحداث صنعتها بينه وبين والده أو بينه وبين والدته، أن يكسر كل ذلك ويذهب سريعا إلى والده يعني ويرتمي في الأحضان. مولانا يعني أنا مش قادر أفهم إزاي ابن يستسيغ لقمة الفطار وأبوه بعيد عنه، أو أب بيستسيغ لقمة الفطار وابنه بعيد عنه. يعني الفكرة نفسها فكرة خارج المعنى الكامن في رمضان وعظمة رمضان ولمة رمضان. هي فكرة بعيدة كل البعد عن الجانب حتى الإنساني، أنني أكون في مكان ما عن قصد وأعلم بأن والدي بينه وبين وأن أنا بيني وبينه أشياء، ووالدي في حالة يرجو فيها هذا الاقتراب، ولكنني بأفعالي وبمشكلاتي وعنادي ومواقفي أعمق الهوة فيما بيني وبين والدي وبيني وبين والدتي بيني وبين أخي بيني وبين زوجي بيني وبين أولادي. كل هذه العلاقات الحقيقة أو هذا الابتعاد هو ابتعاد في الحقيقة ليس له مبرر من الشرع الشريف، بل هو على خلاف الشرع الشريف تماما. نحن نحتاج إلى أن نعيد ترتيب الأوراق. من كان مخاصما لأحد من أقاربه من والده أو والدته أو أخيه أو أخته أو ابنه أو عمه، أيا كانت هذه العلاقات نريد شجاعة حقيقية. هذه ليس ضعفا، يعني عندما أذهب إلى والدي وإلى والدتي وعندما أذهب إلى ابني أيضا لما أكون أنا مزعل ابني عندما أذهب إليه وأتصل به وتعالى. يعني مولانا أنت كمان حتى لو الأب أغضب ابنه أو مزعله أو جه عليه شوية يطبطب عليه ما فيش مانع، يروح لولده ويشوف إيه، يطلع على العيال ويقعد معه. نعم، نحتاج إلى هذه الشجاعة يا حمدي بيه في مثل هذه الأوقات في شهر رمضان المبارك. رمضان شهر رمضان فرصة حقيقية من أجل أن الله سبحانه وتعالى قربنا إليه، يعني روح القرب موجودة، إذا نستغل هذه الروح التي بيننا. والنفوس هنا نفوس مهيئة بحيث أننا إذا اقتربت وجدت الاقتراب أكثر فنلتقي جميعا. لأن كمان النفوس مزروعة بالمحبة بالطهر بالوضوء بالقيام بالصيام بالذكاء، فبالتالي هي مهيئة من كل النواحي للخطوة الصغيرة اللي موجودة. نعم.